ها وقد عدنا إلى الشعب مرة أخرى ليقول كلمته بعد اتخاذ صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه قراره بحل مجلس الأمة، والذي هو بالتأكيد قرارا يصب في مصلحة البلاد. نتطلع الحقيقة جميعا إلى مرحلة قادمة جديدة من التعاون والإنجاز لمعالجة الملفات العالقة التي تهم الوطن والمواطن، وكذلك تفعيل التعاون المنشود وفق أحكام المادة 50 من الدستور، والتي تنص على أن يقوم نظام الحكم على فصل السلطات مع تعاونها، على أساس فصل السلطات مع تعاونها. فالأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم هو تعاون السلطات، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. هذه الفريضة الدستورية المعطلة، جاز لي التعبير، إن شاء الله في المرحلة القادمة لدينا الوقت والجهد لتعويض ما فات وتحقيق التنمية والازدهار للبلاد، ولدينا الحقيقة القدرات والإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق كل عناصر النجاح. الحقيقة أنا متفائل في المرحلة القادمة، فلقد لمست في حكومة الشيخ أحمد النواف الإخلاص والرغبة الأكيدة في الإصلاح والتنمية ومكافحة الفساد. نسأل الله أن يوفقنا جميعا في خدمة البلاد والعباد في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا السياسي، وشكرا لكم جميعا.